محمد، العملية العسكرية بدأت صباح اليوم بعد أن جهزت قوات الجيش والأمن عكرت الفساد من وحدات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الخاصة وعدد من أندية الجيش تتقدم من أربع محاور لهذه المنطقتين المحسد وعزان، مناطق جبلية كانت فيها معسكرات القاعدة، معسكرات تدريب، معسكرات أيضا منطقة تموين وإيواء للمئات من مسلحي القاعدة. حسب تأكيدات مصادر عسكرية رفيعة هنا في صنعاء بأن العملية بدأت بقوة من ثلاثة اتجاهات رئيسية. الاشتباكات عنيفة جدا في منطقة بعيدة حيث تتقدم قوات من جهة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة باتجاه عزان، حيث كانت قد ضربت طائرات قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع أكثر من هدف من أهداف القاعدة. هناك قوات تقدمت من محور المعجلة وبدأت الاشتباكات مع عناصر القاعدة منذ الصباح. الطيران أيضا يقوم بمساندة القوات الجيش في المناطق الجبلية. هناك يقال بأن هناك طرق قنابل ثقيلة جدا في تلك المناطق الجبلية، تعتقد بأنها ضيوف فيها كهوف لعناصر القاعدة. ولكن أيضا بالتزامن مع العملية العسكرية كشف الرئيس عبد الرب منصور هادي قبل قليل في لقائه مع قادة وزارة الداخلية وخريجي كلية الشرطة والأكاديميات الشرطوية هنا في صنعاء، بأن قال بأن 70% من عناصر القاعدة هم ليسوا يمنيين المتواجدين في اليمن، وقال بأن هناك العشرات من قتل القاعدة في ثلاجات ومحرزين لدى السلطات اليمنية ويستطيعون أن يكشفوا عنهم، بعضهم إسرائيليين وهولنديين وفرنسيين ومن جنسيات أخرى عديدة. وقال بأن حث وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ودعا إلى اصطفاف وطني لدعم الجيش والأمن في حملته على القاعدة. معلومات عسكرية تشير إلى أن هذه العملية التي بدأت اليوم ويشرف عليها وزير الداخلية بالتصريح مباشرة بظل تواجد أيضا رئيس جهاز الأمن القومي وقائد الشرطة العسكرية وبعض القادة العسكريين، عملية ستستمر بإطار توجهات جديدة قدرت عن اللجنة الأمنية العليا قبل يومين لتطهير مناطق الأبين وشبوة من عناصر القاعدة ومواصلة الحملة باتجاه حضرموت، حيث أن هذه المناطق كانت مسرح لكثير من أنشطة القاعدة خلال الأشهر الماضية وكثير من العمليات التي استهدفت رجال الجيش والأمن وأيضا وسقط فيها العشرات ربما المئات من قتلى وجرحى الجيش والأمن. طيب قبل أن يعني نواصل في هذا الصعيد، خبر عاجل ورد قبل قليل يقول بأن هناك انفجار ضخم هز يعني منطقة قريبة من كلية الشرطة في صنعاء، هل من معلومات حتى اللحظة عندك متوفرة؟ ليس هناك أي خبر، أنا الآن في على مقربة من كلية الشرطة في شارع يعني ليس صحيحا. هذا خبر غير صحيح ولا أعرف من أين وصلكم، من أي مصدر وصلكم، لا يوجد أنا مسيحا على مقربة من كلية الشرطة ولا يوجد انفجار. وكالات أنباء منها يونايتد بريس هي التي أوردت هذا الخبر بكل الأحوال، ولكن طبعا لذلك سألناك إذا كان هذا الخبر صحيح. بكل الأحوال ربما يعني تتأكد أكثر فأكثر فيما يتعلق بهذا الشأن. نعم. الآن بخصوص العملية العسكرية مرة أخرى، هل هناك حديث مثلا عن خسائر في صفوف أي من الطرفين؟ في الواقع هناك معلومات تشير إلى قتل وجرحى من الطرفين أولية، لكن ليس هناك أرقام محددة. فتعرف في ظل هذه الظروف الآن في ظل المواجهات القائمة ليس هناك أي مصدر يؤكد عدد القتلى والجرحى. المعلومات المؤكدة لدي عن وصول فقط 5 جرحى من أفراد الجيش إلى إحدى مستشفيات أبيان قبل قليل جرحى فقط، لكن المواجهات الاشتباكات الأرضية العمليات البرية لا شك أن سيكون فيها ضحايا من الطرفين، وبالتالي اعتقد ان قيادة الجيش والامن اليمني ابدت استعداد بان هذه العملية ستكون عملية قاصمة الظهر في القاعدة حسب تصريحات بعض القادة العسكريين، لا سيما وان القاعدة في اخر تسجيل مصور اظهره قادة القاعدة وهم يستقبلون السارين من السجن المركزي في عملية ايضا في عملية عسكرية نفذت في ضد السجن المركزي في اوائل الشهر الماضي، اظهر نوع من التحدي ليس فقط للسلطات اليمنيه باجهزتها الامنيه والعسكريه ولكن ايضا لحلفائها ربما الامريكان وغيرها من الحلفاء الاقليميين الذين يشاركوا اليمن في العمليات العسكريه. طيب بحسب يعني ما تسمع حمود، هل هي عمليه يعني عسكريه من باب تكسير اجنحه القاعدة أم عملية حاسمة لاجتثاث القاعدة مثلا في تلك المناطق، إذا كان هناك معلومات عما يقال عسكريا في هذا الشأن؟ وفقا لتصريحات كبار المسؤولين اليمنيين وكان على رأسهم بالأمس رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور
علي الأحمدي بأن هذه العملية عملية حاسمة لا تراجع فيها حتى يتم تطهير تلك المناطق من عناصر القاعدة. بل كشف بأن العمليات الضربات الأخيرة كانت قد أقول كبحت جماعه القاعده بشكل كبير، ولكن هناك ظهور جماعات ارهابيه بالاضافه الى جماعه انصار الشريعه والقاعده، جماعات ذات اختلاف في مساله التغيير السياسي الجاري في اليمن، هكذا قال هو، وان هناك اطراف تريد ان تصور بان نظام الحكم القائم غير قادر على اداره الشان العام في البلاد، ايضا تريد يقول ان ربط هذه العمليه بعض العمليات بمن اصنعهم بتجار ومهربي الأسلحة والمخدرات. فأقول أن هناك تداخلت الآن المشهد بين جماعات متطرفة وإرهابية وجماعات ربما عصابات ومافيات متصلة بالمشهد العام والمشهد السياسي اليمني. فأقول أن اليوم أيضا كان الرئيس هادي قد أشار إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء التي تحولت إلى مسرح لقتل الأجانب وربما قتلهم بعد أن حاول أمس تعرض الملحق العسكري الألماني لمحاولة اغتيال لوسط احد شوارع صنعاء، يعني وجه نداء او لخلق حاله من الاستصحاب الوطني بين ابناء الشعب وبين قوات الجيش والامن لتامين العاصمه صنعاء من الاعمال الارهابيه والاعمال الخاطفه التي تستهدف الاجانب، ودعا الى اختصاص وطني شامل لمواجهه القاعده. طيب. واعتبر ان 70% من القاعده ليسوا يمنيين. طيب باعتبار انه العمليه العسكريه الان في شبوه وابين، هل هناك احاديث ايضا ان كانت ستتوسع باتجاه مناطق يمنيه اخرى يتواجد فيها القاعده؟ نعم، هناك تاكيدات بان منطلق هذه العمليه تبدا انطلاقا من منطقه المحسد ومنطقه عزان، ربما هي اهم المعاقل التي يتمركز فيها القاعده كمراكز تدريب وتاهيل وتخطيط وتمويل، ولكن ايضا هناك مناطق كثيره في حضرموت، في وادي حضرموت، وايضا في منطقه الغيبه وزير، في منطقه الشحر، في مناطق كثيره. التاكيدات تقول بان هذه العمليه لن تتوقف حتى هاتين المنطقتين عند هاتين المنطقتين، ولكنها مخطط لها ان تمتد باتجاه حضرموت، باتجاه تطهير المناطق الجنوبيه من الحاله العبثيه التي يمارسها تنظيم القاعده والجماعات المتطرفه التي تدور في فلكه. ربما هناك جماعات الان لم تسميها السلطات بشكل واضح، ولكنها قالت هناك جماعات تعبث ايضا بالامن في تلك المناطق، وان العمليه اعتقد ان العمليه بحجمها الحالي ستلقى دعم ومسانده دوليه، خاصه وهناك معلومات تشير الى ان هناك ضربات جويه قويه الان توجه لبعض المناطق والمواقع التي يعتقد بتمركز. طب بالإضافة إلى هذه المساندة الدولية التي تحدثت عنها، ماذا بخصوص المساندة الشعبية؟ يعني هل هناك تأييد شعبي من سكان المنطقتين مثلا لهذه العملية العسكرية؟ حمود؟ نعم، استمعت إلى سؤالي أم أعيد؟ لا للأسف الصوت انقطع. كنت قد سألت بالإضافة إلى هذه المساندة الدولية، هل هناك مساندة شعبية من قبل سكان المنطقتين أو المحافظتين لهذه العملية العسكرية؟ بالنسبة لمحافظة أبين، اللجان الشعبية التي كانت الأقوى مساند للجيش في حملته ضد القاعدة في منتصف العام 2011، وساعدت الجيش في إخراج القاعدة من مدينة زنجبار ومدينة قعار وبعض المناطق المجاورة في أبين، هم الآن وهذا ما أعلن رسميا من وزارة الدفاع بأن اللجان الشعبية تقف وتساند الجيش في هذه العملية. هناك كان مشروع تشكيل لجان شعبية في محافظة شبوة، وهناك مساندة لأن معظم الأهالي والسكان تضرروا من الحالة التي عاشوها في ظل انتشار عناصر القاعدة. كان هناك بعض قبائل منطقة المعجلة، هذه المنطقة التي كان قد ذهب فيها عشرات من الضحايا المدنيين قبل 4 سنوات أو 5 سنوات نتيجة ضربة صاروخية من البحر من قبل الأمريكان، وتم تعويضهم بمليارات الريالات خلال السنوات الماضية. كانوا قد اعترضوا الحملة العسكرية الليلة الماضية، ولكن يبدو أنه تم التفاهم معهم وربما تم تنيهم وتحييدهم، خاصة أنهم مجموعة قبلية محدودة. فأقول أن لكن يظل هناك تداخل بين بعض مسلحي القبائل وبين بعض مسلحي القاعدة، ولكن أقول أن هناك فعلا حساسية شديدة في هذا الجانب، وأعتقد أن السلطات يعني اتخذت حساباتها في إجراء اتصالات مع بعض زعماء العشائر وأيضا شيوخ القبائل في تلك المناطق
باعتبار ان معظم عناصر القاعده الذين يعبثون بالامن في تلك المناطق ليسوا يمنيين كما اكد رئيس هادي في خطاب له قبل قليل، وبالتالي فالعمليه مخطط لها ان تتوسع وان تلقى المسانده الدوليه. ووجه الرئيس هادي اليوم اقول دعوه لخطباء ودعاة الدينيين وخطباء المساجد الى مسانده الجيش والامن، لان ما يجري في اليمن تحت مسمى القاعده. شكرا منه ليس يمنيا. نعم شكرا لك من صنعاء مراسلات.